جدد وزير الخارجية سامح شكري التأكيد على المسؤولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان تنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة بالأوضاع في غزة. وخلال استقباله كبيرة منسقي الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، شدد شكري على حتمية التعامل الجدي والعاجل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة في القطاع من خلال إقرار الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، فضلا عن ضرورة فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات.